كي لحظه زين. السلام عليكم. عنا تذكر بلدي قروي يقول ما شاء الله ما شاء الله الطاي والحجم و... كما قاعدين شوفوا قارنوا اليد معناها اليد كيف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حجم حجم خرق لهذا حتى الذيل كيفاش مقصوص من هنا جناحاته تبدا تكركر في الارض منه ومنه معناها ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هذا هذا القروي البلدي نحلوا جناحه تفرجوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تفرجوا الحجم شو ذيله مخصوص من تالي معناها شو جناحه تاعو بكل يمكن يوصل للمتر ولا كذا لما حلو الجناح نتاعو ما شاء الله ما شاء الله. مرحبا بالخيان الكل اللي يحب ياخذ من بيعول ان شاء الله.